خدنا في المحاضره بريس ايكويشن دي اللي هي بتربط بين الترانسميتر والريسيفر. اللمده دي اللي هي الفريكوانسي اللي انت مشغل عندها الترانسميتر والريسيفر اللي هي سي على اف، يعني الار دي المسافه بين الترانسميتر والريسيفر، يعني الترانسميتر عند مسافه وبينهم ار 2 كيلو 5 كيلو، بتطلع حاجات بالكيلومتر يعني. ودي الافشنسي بتاعت الترانسميتر، التي سمول دي معناها ترانسميتر، دي كوندكتور داي الكتريك لوس زي ما اتكلمنا يعني في المحاضره، ان انت يبقى عندك تو تايب اوف لوسز، كوندكتور وداي الكتريك لوس بنعبر عنه بالافشنسي دي، صح كده؟ اللي هي كانت بتساوي ار على ار ار بلس ار ال، من زمان بقى من ايام السيركتس اللي هي قبل الميد تيرم. ودي بتاعت الريسيفر، ودي بتاعت الميس ماتش في الترانسميشن، لو انت موصل الانتنه بتاعتك بترانسميشن لاين وفي ميس ماتش بين الانتنه امبيدنس والترانسميشن لاين امبيدنس بيعمل لك ريفليكشن، حطه هنا. ونفس الكلام للريسيفر، الدايركتيفيتي بتاعت الترانسميتر، طب نعوض بقى اني ثيتا واني فاي، اللي هو انت دلوقتي عايز تعوض في الترانسميتر، فبتشوف الريسيفر واقف فين بالنسبه للترانسميتر. قلنا في المحاضره مش هاممني، عاوزين نحل بقى، هاممني قوي، مش هنستريس عليه تاني خلاص. والدي دي ار، الدي ار اللي هو الدايركتيفيتي بتاعت الريسيفر، بس هنعوض بقى اني ثيتا واني فاي، الترانسميتر واقف بالنسبه للريسيفر فين؟ يعني ده الريسيفر، الترانسميتر واقف مثلا عند الاكس بزيرو بتاعته، واقف عند الواي بتاعت الريسيفر، واقف عند الزد بتاعت الريسيفر. فين الاكس والواي والزد بتوع الريسيفر؟ الترانسميتر بقى منهم فين؟ هو ده الثيتا والفاي، دي ار اوف ثيتا وفاي. ثيتا وفاي يعني مكان الترانسميتر بالنسبه للريسيفر. واضحه؟ لا دي باور بي ريسيفد، مش بي راديتد، دي بي ار بي ريسيفد للريسيفر، دي الباور، دي الباور اللي هتوصل لللود اللي في الريسيفر على الباور انبوت او الباور ترانسميتد. دي باور ترانسميتد، الباور اللي انت بتديها للترانسميتر، ودي الباور الريسيفد اللي انت بتديها للريسيفر. واخر ترم ده البولرايزيشن لوس فاكتور، لو في بقى بينهم بولرايزيشن ميس ماتش، لو هما الاثنين عمودين على بعض مش في بينهم دوت برودكت، مش هتساب الحاجه اصلا. فتعالوا نشوف كده اول مساله اللي انا قفلتها، احلها انا وبعد كده انتوا حلوا اللي بعدها. بيقول ايه؟ بيقول ترانسميتنج، بالظبط كده، ترانسميتنج اند ريسيفنج انتنا، هيفتح دلوقتي، لا هيفتح ان شاء الله. ممكن نوصل لحل وسط، نقفل شويه من النور. هنقفل البعيد احسن. بيقول ترانسميتنج، لا انا هحلها، انا بس عايزك تشوف السؤال وخلاص، انا هحلها. ترانسميتنج اند ريسيفنج انتنز اوبريتنج ات 1 جيجا هرتز، 1 جيجا هرتز دي عايز تجيب منها مين؟ اللمده. ويز جين اوف 20 اند 15 دي بي. ار سبري، نعم. بس بعد كده ارجع افتحهم يعني. ار سيبريتد باي ا ديستانس اوف 1 كيلومتر. فايند ذا ماكسيمم باور ديليفرد تو ذا لود وين ذا انبوت باور از 150 واط اسيومينج ذات انتنا ار بولرايزد ماتشد. فلو انا عايز اجي ابص على السؤال ده، تعال نفصصهم. الفريكونسي ايه بقى؟ 1 جيجا هرتز، صح كده؟ فاللمده هتساوي كام؟ سي نود اللي هي 3 تايمز 10 باور 8 عشان فري سبيس بروباجيشن على اف، هتطلع 0.3 متر. وايه تاني؟ وقال ان الجين بيع الجين ترانسميتد ترانسميشن ب 20 دي بي اللي هي بكام؟ 10 تو ذا باور 10 10 تو ذا باور 20 اوفر 10، صح كده؟ صح؟ اللي هي ب 100 يعني. وقال ان الجين ريسيفد بكام؟ ب 15 دي بي. حد يحسبها كده؟
تطلع بكام؟ 30 وكام؟ حاجة و30 31 تقريبا. كم؟ 31 وكم؟ 6 من 10 حاولتها رشي بس بس. وقال ان الار ب 1000 متر. عايزين نعوض بس في الايكويشن اللي فوق يبقى خلصنا. والبي انبوت ب 100 و 150 واط 150 واط بي تي قصدي اللي هي البي انبوت يعني. بس هو لا مدينا اللوسس دي ولا مدينا الجاما ولا مدينا اي حاجه. مدينا الجين، الجين في كل دول. الجين في الدايركتيفيتي في الافشنسي في الميس ماتش ثلاثة في بعض. هو كان ممكن يعني المعادله دي كلها نختصرها نشيل السطر الكبير قوي ده نخلي ده ونخلي ده ونكتب جي تي جي تي وجي ار. الجين هتاخد فيها في اعتبارها كل دول الدايركتيفيتي في الافشنسي. تمام؟ هو مديك الجين كتر خيره مره واحده. مش مديك سيركت بقى تقعد تعوض فيها وتجيب الميس ماتش والحاجات دي. فهتطلع بقى البار ريسيفت هتبقى عباره عن ايه؟ البي انبوت في لامدا 0.3 4 باي تايمز 1000 سكويرد. كل ده هنعوض مكانه بالجين 1000 100 قصدي 31.6 صح كده؟ البولاريزيشن ماتشنج بكام؟ هو قال لك ماتشت يعني بواحد. بولاريزيشن لوس فاكتور بواحد. طالما في ماتشنج البولاريزيشن يبقى بواحد. نعم؟ لا هو في المدرج الثاني انا مش باخد الاقلام وانا ماشي. بسيبه هناك. ما افتح النور. طيب افتح النور. هتطلع بكام بقى؟ انا مش حللها ولا ايه؟ مش حللها لا. تطلع بكام؟ حد يحسبها. نعم. 10 to the power negative 4. نعم. الترانسميتر اللي هو الريسيفر واقف فين بالنسبه للترانسميتر؟ الريسيفر واقف بالنسبه للترانسميتر فين؟ بس هو هنا قال لك ايه؟ قال لك فايند ذا ماكسيمم باور. ماكسيمم باور دي يعني الترانسميتر واقف بالنسبه للريسيفر في الماكسيمم بتاعه والريسيفر واقف للترانسميتر في الماكسيمم بتاعه. يعني الاثنين واقفين ماكسيمم في ماكسيمم قدام بعض. يعني دي عامله كده فمطلعها ماكسيمم هنا ودي الريسيفر بينهم مسافه ار ودي برده مطلعها ماكسيمم كده. الاثنين ماكسيمم في وش ماكسيمم. دي اعلى حاجه نقدر نعملها. الاثنين الايند مع بعض انتنا مع انتنا كده في قصاد بعض ماكسيمم مع ماكسيمم. لا دي لفت ولا دي لفت. هو ده اللي قصده عليه لما بيجي يقول لك فايند ذا ماكسيمم باور ديليفرد. دي اعلى حاجه تخلي الانتنا ماتشت وتخلي البولاريزيشن ماتشت. فزميلكم قال هتطلع كده. طب البارت الثاني قال لك ترانسميتنج انتنا السيلكرالي بولارايزد وما قالكش حتى لا هي رايت ولا ليفت والريسيفنج لينير من غير ما تحسب. من غير ما تحسب دايما قلنا لو عندك سيركولار بولارايزد ولينير بولارايزد البولاريزيشن لوس فاكتور بتاعهم كام؟ نص على طول اللي هو ده سكويرد يعني بنص. وكنا حليناها قبل كده حليناها السكشن اللي فات. افترضنا اي جنرال لينير وضربناه مع سيركولار او رايت هاند او ليفت هاند سيركولار بولارايزد والاثنين طلعوا نفس النتيجه. اي لينير المعادله كلها بتروح لنص. فدايما قال لك لينير مع 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 سيركولار نص على طول بولاريزيشن نص فاكتور بنص على طول رايح دماغك. تمام؟ قلناها السكشن اللي فات يعني. فلو جيت تعمل نفس الكلام ده هتطلع نفس المعادله بس هتتقسم على نص. هتطلع كام بقى؟ 1.35 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 وات. انت مدي الانتنه ما شاء الله 150 وات استقبلت اقل من 0.1 وات ملي وات 0.1 ملي وات عشان المسافه بعيده قوي والانتنه دي بالنسبه للثانيه نقطه. فالكلام اللي اتكلمناه في المحاضره يعني سهله ده السؤال. ممكن بقى تحل السؤال اللي بعده. يلا الله يطلع ورقه وقلم. نعم طلع في واحد. فيلم هاي الفيلم الجين. فهنا هتشيل المعادله دي تشيل الافشنسي بالميس ماتش
وتحط مكانها جي بالجين وخلاص هيطلع لك النون واحد بس. انت عندك ده وده وهيطلع لك النون واحد بس. تاني المعادله دي بقى انا مش هكتبها كده، افتح النور بقى. اه بيقول لك ان الفريكوانسي عندك ب 2 جيجا صح كده؟ بس 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 مش هستخدم انا المعادله الطويله قوي دي، هشيلها واحط مكانها الجيم. هتبقى البي ار على البي تي ايكوال لامدا على 4 باي ار سكوير في الجي تي في الجي ار في البولاريزيشن لوس. ايه؟ ار وتي؟ اه اه اسف ماشي. هو مدينا الفريكونسي بكام؟ 2 جيجا. فاللمده هتطلع بكام؟ 0.15 متر. ومدينا الار 16 كيلو هرتز. 16 كيلو متر، كيلو هرتز ايه بس؟ وبيقول لك واحده سيركل ليبرالايز والثانيه لينير بولرايز. اللعبه دي بتيجي كتير. سيركل ما حد يعني انا في الكويز بتاع كريدت جبت لهم ايه؟ جبت لهم رايت هاند سيركل بولرايز وليفت هاند ولينير بولرايز عامل انجل 30 مع الاكس اكسس. سيركل ولينير لو حد دخل بقى وقعد يعمل هيطول قوي، هيقعد كتير قوي يحسب ده وهي هتطلع بنص برضه في الاخر. يعني ما هتتعب نفسك ليه؟ كنا جايبين لهم سيركت معاها يعني. المهم بعد كده بيقول لك ان الجين ب 20 دي بي، الجي تي ايكوال 20 دي بي اللي هي ب 100 لو حولتها من دي بي الريشيو. زي انبوت باور للترانسميتنج انتنا 100 وات والبي تي ايكوال 100 وات والباور ريسيفد 5 نانو. 5 تايم 10 في باور نيجاتيف 9. Assuming the two antenna align so that the maximum of the one is an ماشي and also no reflection mismatch losses. ماشي زميلكم بس سأل هنا، سأل هنا سؤال. الجين الجين في الريفرنس بس الجين في الريفرنس هو عبارة عن الافشنسي اللي هي اي سي دي دي اللي هو الكوندكتور دايلكتريك لوس في الدايركتيفيتي. ده اسمه جين. في حاجة اسمها ريلايزد جين بيضرب الاي سي دي في الدايركتيفيتي في المسماتش. عشان كده هو بيقول لك هنا مفيش مسماتش على اعتبار ان الجين ده الجين العادي. في حاجه اسمها ريلايزد جين بيضرب الثلاثه ببعض. لو انت جيت تشتري اي انتنه بيبقى مديك الجين بتاعها، انت مش بتبقى مهتم خالص بالدايركتيفيتي. بتبقى عايز الجين لان الجين ده هو اللي انت بتستخدمه هنا. هو اللي بيقول لك اللوسز بتاعتها عامله ازاي، الكواليتي بتاعتها عامله ازاي. تمام؟ مش بيقول لك ده جين ولا دايركتيفيتي، انت بتلاقي الداتا شيت بتاعت الانتنه كاتب لك رقم 30 دي بي انتنه، 30 دي بي انتنه يعني انتنه الجين بتاعها 30 دي بي، وبيقعد يديك شويه سبيك على ان الباور بتطلع في اي دايركشن. عشان تقلينها كويس. هو الجين العادي هو الافشنسي او ده اسمه الريلايزد جين. الجين العادي بقى من غير ميس ماتش، من غير واحد ماينس واحد. فخلاص دي هنعوض هنا يبقى عندك كله جيفن ما عدا الجين بتاع الريسيفر. هتعوض عليه هتطلع بكام بقى؟ 1.7. نعم. نعم مين اللي بيسال؟ البي تي دي هي الباور انبوت. لا 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 يعني ايه ترانسميتد؟ يعني ايه باور ترانسميتد؟ لا دي مش الباور راديتر، دي الباور انبوت. عشان كده احنا ضربناها في الافشنسي بتاعت الترانسميتر عشان نقلبها باور راديتر لو فاكر في المحاضره. حد فاهم حاجه؟ يعني دي المفروض تتضرب في الافشنسي وتتضرب في المس ماتش عشان تحولها للباور راديتر. عشان تتحول للراديتد لو حد فاكر الاسباب بتاع المحاضله يعني. فدي المفروض باور انبوت مش باور راديتد، ودي باور ريسيفد اللي راحت للود. واضحه يا شباب؟ حلو. سؤال اصعب شويه بس بلاش كلام. اخر سؤال هو الشيت خلص يا ابني. اخر سؤال يو على يو نود او دبليو على دبليو نود.
حد ما عرفش يحلها 100% هتجي لك يا في الكويز اكيد هتيجي في الفاينل هيجي على الفريس في الفاينل يعني. لا عادي ممكن تبقى لبس بقى وتعمل انت معادلات تقعد تضرب بقى يعني ايه اطلع اقل من واحد لا ما هي مضروبه في الدايركتيفيتي بقى دي اعلى من واحد اكيد دي دايركتيف انتنا دي انتنا هتبريفير بعض الدايركشن عن دايركشن تاني فيبقى ليها جين ليها دايركتيفيتي سيرتن دايركشن دي الجين ماكسيمم دي الجين ماكسيمم يعني انت علشان تحقق اللي هو طالبه ده عشان تحقق اللي هو طالبه ده هتجيب انتنا الجين بتاعها بالرقم ده والايند مع الانتنا الثانيه مكسب ومصاد مكسب ماشي اللي كان بيسال بقى على الباور انبوت ده فور يور نوليدج يعني صعب قوي السؤال يجي في الحته دي يعني لو حد اللي انا اقول انت احنا كنا قلنا في المحاضره ايه ودي الانتنة ليها الامبيدنس بتاعت الانتنة زد امبي زد انتنة ليها الار ار والار ال والاكس اي والحاجات دي هو بيفترض في الكورس ان انت الباور انبوت شايفه انا في حد زميلكم جالي بعد السكشن بتاع الدي اس بي الصبح انا ما كنتش شايف اللون الازرق خالص بعد السكشن كان تقول لي كده من سنه ثالثه وكلكم يا شباب زمايلكم الصغيرين دول انتوا ما انتوا هتتكسفوش ارفع ايدك وقولي مش شايف انت كبير فرق سنه مبهدله الدنيا هو بيفترض في الكورس ايه بقى؟ ان الباور انبوت هي اللي داخله على الترانسميشن لاين اللي ليه زد نود ده. بيقول لك ان دي باور انبوت. انا دخلت للترانسميشن لاين ده باور انبوت بس بحاجه يعني باي حاجه دخل وخلاص. فبيجي يقول الباور انبوت ده يحصل لها ميس ماتش هنا، جزء منها هيرجع وجزء هيخش. اللي هيخش ده بيضربه في الافشنسي عشان يجيب اللي راح للار ار. يعني ال 1 ماينس الجاما سكوير يديك الباور اللي دخلت جوه الانتنه ومنقص منها اللي رجع ضربت في الافشنسي اخترت الار ار من الار ال اخترت الار ار بس من التوتال باور اللي دخلت الانتنه ماشي لو بقى احنا جينا فده الكونسبت والناحيه الثانيه لو هو في الريسيفر يبقى عندك هنا ار ال صح كده ار ار واكس ايه صح كده وكده وده زد نوت مش التوتال باور اللي في اللي انت استقبلتها دي هتخش هيحصل برضو ميس ماتش هنا تمام هيحصل ميس ماتش بين الزد نود والامبيدنس بتاعت الانتنه دي هتروح راجعه تاني هتروح جاي انت جايب برضو يحصل ريفليكشن اللي جوه بقى انت خده وديه على اللود السؤال هيتغير السؤال هيتغير لو انا جيت حطيت لك هنا سورس وقلت لك ليه زد جي وسورس هنا وليه في معينه او باور معينه هتغير خالص هيحصل مالتيبل ريفليكشن لو في ميس ماتش بالنسبه للود والزد نود هيحصل ريفليكشن هنا وريفليكشن هنا الموضوع مش هيبقى ستريت فورورد قوي كده احنا ما بنعملش كده احنا بنشيل ده ونقول لك البي انبوت اللي دخلت الترانسميشن لاين كذا هتخبط وهترجع وخلصنا مش كده هترجع بقى تحل مساله زي دي ازاي بسيطه هتجيب الزد انبوت زي اللي احنا كنا بنحله زمان وتعمل مش عارف ايه وتشيل كل ده وتشيل كل ده وتعوض عنه ان البي تي في الابسلون في البتاع ده بالباور راديتد وعوض هنا بالباور راديتد يعني انت هات الباور اللي راحت للار ار وشيل بقى الترمات دي خلاص يعني هتشيل ده وتشيل ده وتشيل البي تي دي وتستخدم السيركت موديل ده وتجيب البي ار وتضربها في المعادله البي تي دي اللي هي الـ لا الـ دي البي انبوت دي المفروض البي انبوت اللي هي دي موديل البي انبوت دي لو انا اديتك سيركت بقى كده لا دي ما دي مش صح هيحصل لنا ريفليكشنز كتيره بس انت تقدر تحسب الباور اللي راحت للار ار
فاكرين؟ كنت بتجيب الزد انبوت وتجيب الباور اللي راحت للزد انبوت، وقلنا الباور دي هتروح لده في ده ونضربها في الافشنسي نجيبها، فاكرين؟ مسألة في أول الشيت. السكشن ده تقريبا متصور يعني. فهتجيب الباور اللي راحت للأرقار عوض بس بيها مكانها هنا. واضحة؟ تاني احنا هنا بنفترض ايه؟ بنقول لك لو انا اديتك باور انبوت، بنقول باور انبوت دخلت للترانسميشن لاين ده هيحصل له ريفليكشن هنا، والباور اللي دخلت الانتنه الاكسبتد للانتنه بتبقى عباره عن ايه؟ البي انبوت في 1 ماينس ماجنتيود الجاما سكوير. تمام؟ ده القصه دي من غير ده. لو سبت لو حطيت ده هيحصل هنا ريفليكشنز مختلفه. لما الباور دي ترجع هترفلكت باك هنا تاني. نتيجه المس ماتش بين ده. نعم. دي بتخش كسورس، دي الفي تي اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره. ترانسميشن لاين ده هو ده هياخد قد ايه من الباور دي؟ برضه السؤال ده هيختلف، لو انت جيت حطيت لود هنا مختلف عن الزد نود هيحصل برضه ريفليكشن. يعني معلش دي واحده، لو انت حطيت هنا حاجه بس 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 حطيت هنا زد ال هيحصل برضه مالتيبل ريفليكشن. البي تي بقى البي ار اللي انت مهتمين بيها، لو حد فاكر من اثبات المحاضره، دي الباور اللي راحت للود، اخر باور راحت للود. فممكن تعمل ايه؟ تروح جايب الباور راحت للود ومستخدم نفس الكلام، تقطع يعني الاثبات وتدخل الباور راحت للود على طول. بس ما بتجيش. بس ده اللي كان حد كان بيسال، ايه الباور انبوت وايه الباور؟ فهي دي بالظبط اللي موجوده. واضحه؟ ما بتجيش، احنا بنديك بس الباور انبوت، ما فيش يعني ما بندخلش مسالتين في بعض. دي كده انا دخلت مسالتين في بعض، مساله سيركت اللي هي في اول اللي خدناها قبل الميد تيرم دخلناها في مساله فريس. دول كده مسالتين دخلوا في بعض. ما بتجيش. او ممكن تيجي الله اعلم. انا ما شفتهاش قبل كده يعني. نعم؟ لا مفيش كده. مفيش كده يا شباب، بس ده for your knowledge يعني. بس. اخر سؤال اللي فوق خلاص، بس ممكن برضه نقول حاجه اخيره على الترانسميشن لاين. لان انا عمال اقول لك هيحصل مس ماتش هنا وهيحصل مش عارف مس ماتش هنا. اهو. انت مش شايفه. ماشي، لو الترانسميشن لاين ده ليه زد نود بس. لو الترانسميشن لاين ده ليه زد نود، هو خلينا بس نقول الترانسميشن لاين بس بطريقه ثانيه. الترانسميشن لاين هو ايه؟ هو حاجه بتسمح بمرور الكرنت والفولت، والريشيو ما بينهم تبقى زد نود. لازم يبقى الريشيو ما بين الفولت اللي نازل كده يبقى زد نود، وما عندوش مانع يعمل لك كرنت وفولت راجعين في الاتجاه العكسي، ما عندوش مانع. الاثنين الحلين دول موجودين في معادله الترانسميشن لاين، في فورورد وفي ريفرس. فلو انت منزل، لو انت حطيت هنا فولت على الترانسميشن لاين ده هينزل ويف نازله كده، والعلاقه بين الفولت والكرنت البي انبوت دي العلاقه ما بينهم هتبقى زد نوت. لما يجي عند التيرمينال دي، عند التيرمينال دي بالظبط الترانسميشن لاين، ليه بنقول بيحصل ميس ماتش؟ لان الترانسميشن لاين بيبقى عايز علاقه الفولت والكرنت زد نوت، وأومز لو بتبقى عايزه علاقه الفولت والكرنت على الامبيدنس دي كام؟ الفولت على الكرنت عند الريسيفر بزد ال، ده أومز لو. فبيحصل هنا ميس ماتش، الاثنين مش متناغمين مع بعض. لازم حد يحل الفصل ده، مين بقى اللي بيحل الفصل ده؟ ترانسميشن لاين. بيقول لك انا ما عنديش مشكله، يبقى عندي الفي. خلاص يا زياد. الفي تبقى عباره عن في نوت بلس اي تو ذا باور جي بيتا ال على السن دي ال ودي ال بزيرو بلس في نود ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف جي بيتا ال. في الاول خالص ده مش بيبقى موجود، انت لما بتحط السورس اول في الترانزيانت اول لحظه ده اللي بيبقى موجود، بس لما بيوصل عند المسماتش ده بيلاقي المسماتش ده بين اومز لو والترانسميشن لاين ثيوري.
ده عايزه تبقى بزد نود وده عايزه تبقى زد ال. مين اللي بيحل الموضوع ده بقى؟ هي دي بتعمل ريفليكشن علشان يفضل محصله الاثنين على بعض اللي هو ايه؟ الاي بتبقى عباره عن في نود بلس على زد نود في تو ذا باور جي بيتا ال ماينس في نود ماينس على زد نود في تو ذا باور نيجاتيف جي بيتا ال. عند ال ال بزيرو يعني لو احنا جينا قلنا ات ال ال ايكوال زيرو من قبل ما يحصل ريفليكشن هنلاقي ان ده على ده بيساوي كام؟ زد نود. هنلاقي ان الزد عند ال ال ايكوال زيرو ايكوال زد نود. ده مش محقق اومز لو. بيحصل ريفليكشن بحيث ان ايه بقى؟ الزد ال ساعتها تبقى بكام؟ هناخد المعادله دي كلها على بعض بس عند ال ال بزيرو. الزد عند ال ال بزيرو افتر ريفليكشن هتبقى عباره عن في نود بلس بلس في نود ماينس على في نود بلس على زد نود ماينس في نود ماينس على زد نود هطلعها فوق. دي لازم تساوي زد ال. غصب عنك لازم الزد نود دي تحقق الباوندري كونديشن ده لازم. دي معادله مين؟ الجاما. لو خدنا الفي نود بلس دي كومن فاكتور في نود ماينس كومن فاكتور هيطلع لك ان دي زد نود في نود بلس على في نود ماينس حاجه سميناها الجاما. هتبقى واحد بلس الجاما صح؟ هاخد الفي نود بلس كومن فاكتور على واحد ماينس الجاما اسمها جاما ال. والجاما دي بتعبر عن الفي نود ماينس على الفي نود بلس. الفي نود ماينس اللي بتحل المشكله دي. اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ نهائيا لو انت عندك بلاش سيبك بقى من كل ده. لو انت ما عندكش هنا زد ال. حد عنده سؤال في الحته دي؟ حد عنده سؤال؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. وهنا هطلع لك معادله الجاما دي بتساوي زد ال. دي بتساوي زد ال. بس 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 دي بتساوي زد ال. لو جبت الجاما لوحدها في بارت والزد ال في بارت يعني لو عكست المعادله خليت المعادله دي تعال نعملها تعال نضرب فوق ده زد نوت بلس جاما ال زد نوت تبقى ايكوال زد ال ماينس زد ال في جاما ال. لو جبت الجاما لوحدها في ترم لو جبت الجاما لوحدها في ترم هيطلع لك زد ال بلس زد نوت ماينس زد نوت على زد ال بلس زد نوت. المعادله اللي انتوا عارفينها. اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ علشان دي اللي هتفك المس ماتش بين الترانسميشن لاين واومز لو. هي دي الريشيو اللي هتفك المس ماتش بين الترانسميشن لاين واومز لو. طب ان جنرال بقى لو انا جيت شلت ده وحطيت لك ترانسميشن لاين تاني دي زد 1 وزد 2 زد نوت 2 بنفس الكونسبت ايه رايك اللي هيحصل هنا؟ 100% يحصل ريفليكشن 100%. ليه بقى؟ الترانسميشن لاين ده عايز ان الريشيو تبقى بكام؟ زد نوت هيخش على الاخ ده عايز الريشيو بكام؟ زد نود 2 هيحصل ايه؟ ايرور. ده اللي هيرجع جزء وده هيعدي بجزء. لازم يحققوا يحصل هنا ماتشنج او يحصل يحققوا الاثنين الباوندري كونديشن ان الفي على الاي هنا تساوي الفي على الاي هنا اللي هي دي تحقق اللي هي عايزاه ودي تحقق اللي هي عايزاه. انت من هنا هتشوف ده بالريفليكشن وده مش هتشوف ريفليكشن ده هيبقى ترانسميتد بس. تمام؟ هيحصل هنا جزء ريفليكتد عشان يحل المساله. هقول لكم بس اخر حاجه. نفس الكلام بقى لو جيت انا حطيت لك حاجه هنا السورس ده بقى ليه ديفرنس امبيدنس الريفليكشن اللي هيرجع ده هيقابل مين؟ مس ماتش برضه هيلف ويرجع هيفضل يحصل مالتيبل ريفليكشن مالتيبل ريفليكشن مالتيبل رايح راجع رايح راجع. طالما انت عامل زي الفابري بيرو عارفين الفابري بيرو بتاع الاوبتو؟ بتبقى عامل ايه؟ بتبقى حاطط مرايتين على الطرفين. نفس الكلام ممكن تعمله للترانسميشن لاين تحط مس ماتش على الطرفين بتوعه هيعمل مالتيبل ريفليكشن هيعمل فابري برو افكت بالظبط بتاع الاوبت. الناس ما تتكش عليها. ماشي قول لي يا حسام قول لي مين اللي كان بيسال قول لي. دي عند تايم زيرو يعني لسه ما حصلش ريفليكشن. دي لا دي عند تايم زيرو بس افتر ريفليكشن يعني دي كده الاول وهله والويف نازله على الـ على الـ على الامبيدنس الويف نازله بال ان الفي على الاي بزد نوت هي نازله في على اي زد ده الترانسميشن لاين في بلس على اي بلس بزد نوت فنازلين كده ما ينفعش عشان ده مش بيحقق اومز لو في مس ماتش هنا. امتى يحقق اومز لو؟ لو انت حطيت امبيدنس بكام؟ زد نوت هيحصل ماتشنج. اوكي بعد الريفليكشن لازم بقى الاثنين يتحققوا التوتال في في الترانسميشن لاين اللي هي بلس وماينس على الاي بلس وماينس لازم يحققوا زد ال يرادوا اومز لو ويرادوا نفسهم يعني فاهم يبقى الاثنين متحققين.
لازم يحاول باوندري كونديشن، بيسميها الباوندري كونديشن. نعم. بنجيب ساعتها الحطيتها ازاي ولا مش؟ لا بيبقى مالتيبل ريفليكت، بيبقى واحد على واحد، ما بيبقى تيلور. واحد على واحد ماينس حاجه، تيلور، تيلور اكسبانشن عشان مالتيبل. الترم الجاي في مايكرو سيركت. هنعمل ده كتير قوي. ها؟ كل ده ايه؟ لا. ما بيجي عليه خالص يعني، لا مش بنقول اللي احنا واحد ماينس الجامعه وخلاص. ممكن نتقل ممكن 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 نضم مسالتين على بعض، نجيب لكم سيركت وتعملها في فريسلو. الله اعلم يا ابني. انا مش عامل كده في الكويز. مع اني نفسي اعمل كده. لا لا الدكتور هتحط ماشي، لا 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 انا شفت الميد ترم اصلا قبله ولا 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 بشوف اي حاجه قبله. مره السنه اللي فاتت برضو كنا بنحل الشيت ده، فكنت حاطط المساله دي، فهي الدكتور قالت لي خد شوف الميد ترم. اقفل يا اقفل يا اقفل يا حسن، حلها في ورقه عشان هتسلمها لي. لا فرع هتسلمها لي. حليتها؟ لا سلمها لي بس مش عارف بيها حاجه. يعني هي لا هنشوف بس حلو. صعب قوي دي يونس. بس يلا عشان المساله طويله. يلا يلا حلو. اول خطوه حول ال دبليو دي واضربها في ار سكوير. هتلاقي في الدينومينيتور ار سكوير ده اصلا هتطير. تمام؟ او كمل على الاريا براحتك. بعد كده هتعمل ايه؟ هتكمل اليو من صفر الباي او من صفر الباي على الاثنين وصفر الاثنين باي، محدش ينسى من صفر الباي على الاثنين وصفر الباي، 2 باي، سيتا والفاي، بس كملها يلا. اديها لك في ار سكوير. الباور راديتد تكامل اليو على السوليد انجل من صفر الباي على اوفر 2 من صفر ل 2 باي، اليو دي ساين سيتا دي سيتا دي فاي. فيو على يو نوت بكام؟ هتبقى يو ماكس دي عباره عن ايه؟ الباور راديتد على 4 باي. بس هتطلع ال 4 باي فوق، تبقى 4 باي يو ماكس على البي رات. صح ولا ايه؟ افتح افتح، لو حد عايز يفتح معاك كشكول الانتنا يفتح براحتك. هات هات الفضل بتاعها موجود جنبها، فهتزود الباور وتقسم على الباور الجديد. الساين دي تفاضل الكوزاين، الساين دي تفاضل الكوزاين، فهتزود الباور بتاعت الكوزاين وتقسم على 5 على الباور الجديد. مش عايز استخدم الكالكوليتر براحتك. تحلش ليه؟ هات حد معاه علم زياده. ما مقصوف خلاص، مش حد معاه علم زياده. طلعها من المحاضره الماكسيمم افكت فيري، حد فاكرها؟ لامدا سكويرد على 4 بار في الماكسيمم دايركتيفيتي. الافكتيف اريا الماكسيمم افكتيف اريا هي لامدا سكويرد على 4 باي في الدي ماكس. بس 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 مش هتمشي انت كام، مش هتمشي. ماكسيمم الايكويشن دي عند سيتا بكام؟ كوزاين بكام؟ سيتا بكام يعني؟ صفر او باي؟ الباي مش موجوده خلاص، يبقى صفر بس. ايه ده؟ مش عارف نحلها سوا. تعالى نشوف لما تيجي. هضرب الباور دي. صح كده. في افكت بتجيب لك الباور وصلت لحد بي تي، بي تي ده كان اللود. لا كان اللود والله. لا كده اللي جاي
لا لحد اللود اللي وصل جوه خالص، بس ما كانش فارق ترانسميشن لاين ولا فارق اي حاجه. بس ما كانش فارق ترانسميشن لاين ولا اي حاجه. ماشي كده. واحنا في الاثبات سوا فريس جه كمل بقى، ده فرض لك الترانسميشن لاين. يعني مش محتاج الايفكت اللي هي حاجه وانا بحسب. لا انت عشان تحل السؤال رقم ايه هتضرب دي في البتاع ده وخلاص. خلصتي؟ اعمل واحد عشان كبير، قسموه اجزاء على بعضكم. برنامج هتنزل لي ستودنت فيرجن، استخدمتوه السنه اللي فاتت، استخدمتوه السنه اللي فاتت في كورس الويب جايد اللي هو اتش اف اس اس اللي هو الانسس. خلاص يا شباب، خلاص بقى دي هحلها وخلاص نمشي. لو انا عايز اجيب اليو بقى اضرب اللي فوق دي في ار سكوير، هتبقى اي ار سي نود كوزاين تو ذا باور 4 سي. ماشي، ممكن نقول هنا بس كومنت صغير. خش خش اقعد جوه دي وهنمشي الدرجه دي. ان هنا لو انت شغال في الفار فيلد دايما الباور رادييتد او اليو دايما بتبقى فانكشن بس، او الدايركشن بتاعها اي ار، مش بتلف لا اي سيتا واي فاي. اي سيتا واي فاي دي يعني الباور مش بتخرج بره الانتنه، بتلف في سفير حوالين الانتنه، فدي بنسميها انرجي ستور. يعني ايه انا عندي باور دي الدايركشن وبروباجيشن بتاعت الباور. يعني انا عندي ان هي خارجه في اي ار، خارجه في اي ار يعني الانتنة عند الاوريجن وهي خارجه في الاتجاه ده، بتشاع من الاي ار من الكره يعني من السنتر، فطالعه لبره بتبروباجيت بره. لو انت عندك الباور في اتجاه السيتا او الفاي كده او خارجه لبره في وشكوا، دي مش هتخرج بره، دي هتفضل ستورد حوالين الانتنة، في كوره حوالين الانتنة. دي بنسميها النير فيلد. في الفار فيلد مفيش انرجي ستور، النير فيلد بس هو اللي فيه انرجي ستور. فدي معادله اليو دايما بتلاقي اي ار، ده سؤال جه في الامتحان يقول لك ايه الكومبوننتس اللي مزد في البتاع في الفار فيلد السيتا مزد. مش موضوعنا، مش موضوعنا، انا اسف. ما حدش جاوبه غلط الى الان، مرة كله ساعات ما حدش جاوبه غلط. لو عايزين نعمل بقى الباور راديتد، هتيجي تقول ان الباور راديتد هتبقى تكامل من 0 ل 2 باي، من 0 لباي اوفر 2 سي نود كوزاين تو ذا باور 4 سيتا ساين سيتا دي سيتا دي فاي. الاي ار بتروح، الاي ار بتروح لان اصل القانون ده فيه دوت برودكت، اي ار مع اي ار فهتروح تبقى بواحد، اصل القانون ده فيه دوت برودكت مع الاي ار. فدي هتدينا ايه بقى؟ ده حاجه والتفاضل بتاعها جنبها بس بالنيجاتيف، يعني تفاضل الكوزاين نيجاتيف ساين، هنعلي الباور ونقسم على الباور الجديد ونضرب في نيجاتيف بره وجوه، فهتبقى نيجاتيف سي نود على 5 كوزاين تو ذا باور 5 سيتا من 0 لباي اوفر 2. تعالى عشان ده التفاضل دي نيجاتيف ساين، ضربت في نيجاتيف جوه بره و2 باي بتاعت الدي فاي، فهتدينا كام بقى؟ 2 باي صح سي نود على 5 صح كده؟ خلاص، فدي الباور راد. الدايركتيفيتي بقى كانت بكام؟ 4 باي يو ماكس على البي راد. اليو ماكس بكام؟ اللي هو اعلى امبليتيود ممكن المعادله دي توصل له سي نود، فهتبقى الدايركتيفيتي يعني 4 باي سي نود على البتاع ده 2 باي سي نود على 5، طلعتها ب 10 اللي هي ب 10 دي بي. لو ضربت الماكسيمم دايركتيفيتي في الشكل ده عند 1 جيجا اللي هو كان قايل عليها صح؟ هو قايل 1 جيجا صح؟ هتجيب اللامدا على 4 باي طلعتها بكام؟ 0.0716 متر سكوير. وبعد كده الماكسيمم باور راديتد من الانتنه هي المفروض دي فريس ايكويشن، بس احنا قطعنا الاثبات بتاعه في النص،
ضربنا الافيشنت ال كنا بنقول احنا في الاول خالص اثبات فريز ده كان بيقول لك ان الباور ريسيفد بتساوي كام؟ دبليو اي في مين؟ في الافكتيف اريا. ومنه طلعنا بالاخ اللي هناك ده. هو قطعه لك في النص. مداك الدبليو اي ايه؟ قال لك 10 ملي وات بير متر سكوير اللي هي الدبليو اي. قال لك عندي انسيدنس باور كذا نازله كده، هو اداك الدبليو اي وقال لك هات الافكتيف اريا. فهتبقى بكام بقى؟ طلعتوها انتوا ب 10 ملي في الرقم ده هيبقى 0.716 ملي وات، صح كده؟ منتهى السهولة. هي فريس بس فريس النص. هو بيقول لك دي الدينستي اللي نازله على الريسيفر، انسيدنس على الراجل مديك الدبليو اي. دي على زميلتك، معلش مين زميلك؟ مين مثلا؟ وانت خارج بقى معلش سيب الورق. شكرا يا شباب.